لا يا ربي مستطيل، لا يا ربي زنجبيل حبيبي، والله سحلب حليب. ليديز اند جنتلمان، شباب مثل ما انتم شايفين اليوم يا شباب رجعت لكم مقطع ثاني لليوم يا اساطير. الوضع اليوم يا حبايب لوز لوز حبايب مثل ما انتم شايفين ليديز اند جنتلمان، الحاضره الام بي 5 شباب الاساطير مثل ما انتم شايفين يا حبايبنا. طبعا شباب ما كنتوا متوقعين انه انزل لكم هذا المقطع. انا بعرف انا بعرف انا بعرف انا بعرف، خليكم ريلاكس خليكم ريلاكس ليديز اند جنتلمان. اوكي اوكي لهيك يا اساطير قبل ما نبلش بهذا المقطع حبايبنا، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات حبايبنا، ولا تنسوا تنزل تحت بعدين فعل ذا الجرس عشان يصلك دائما هيك فيديوهات اللوز اللوز معنا. اوكي حبايبي لا يا شباب، بما انه انا متحمس كثير وانتم متحمسين معي وعم تنتظروا هذا الفيديو، بعرف انت عم تتحمس. اوكي ما نفك متحمس، ثانيه معي بتنزل بتحط اللايك وراح ندخل. اوكي لا رح نستعرض لكم الاول شباب، لا خلينا نخفي الاول، رح نجيكم بالارخص للاغلى شباب. اوكي ركز معي، عندنا هون شاب الاخضر، الاخضر شباب الاخضر. اوكي حمام الغابه عندنا هون الاخضر شباب، بالنسبه لهذا عندنا فيه المدى 2 بالمدى شباب، سرعه قطع حميل ناقصه تمام مثل ما انتم شايفين يا اساطير. اوكي عن الاخضر برجع بكرر شباب، عن الاخضر فيه 2 المدى حبايبنا، وسرعه المخزن، المخزن فيه المخزن كثير يعني من بعد مع بعده شباب شيء لوز اللوز. اوكي ولكن فيه مخزن يعني من بعد وبعد يعني هذا ممكن شباب بينفعنا بالمسافات المتوسطه، فهمت علي كيف؟ لوز اللوز هذا بالنسبه بس لك سرعه التحميل عاليه يعني ما في مشكله حبيبي والله ايزي ما في مشكله. هذا بالنسبه للاخضر شباب. البنفسجي طبعا هذا شاب بده هون 2 من احجار واحد من قناع. اوكي بالنسبه للي بعده شباب هذا طبعا هذا شباب مثل ما انتم شايفين فوقي على راسي شباب، عندنا هون فيه واحد الضرر تمام، هون عندنا واحد من الضرر حبايبنا واختراق يعني سرعه الحركه بطيئه، هذا يعني شباب يس اور نوت. اوكي ما كثير كثير يا معلم يعني ضرر ما حبيبي والله، بس يعني انا صراحه ما عجبني الاخضر هذا. بالنسبه للاخضر فيه مدى حلو، مدى شباب اسطوري مدى. طبعا سعره شباب 3 جواهر وواحد من الاحجار، 3 احجار واحد من القناع. اوكي لا يا شباب راح ندخل على اللون الازرق اللي هو بخمس جواهر خمس احجار واثنين من اقنعه يا اساطير، يعني خمس اقنعه وهذا والله هذا الشباب لازم يكون اغلى واحد لازم يكون هيك معلم. اوكي خلينا نشوف معلم، عندنا هون الضرر شباب 2 اوكي بس ولكن مخزن الذخيره ناقص حبايبنا، ولكن الدقه شباب عنده فيه واحد من الدقه يا اساطير مثل ما انتم شايفين. التمانو الوضع معلم لوز اللوز. اوكي هذا بالنسبه للاخضر، هذا الاخضر شباب يعني مثلا الام بي 5 مثلا مع القطعه شباب، القطعه بتعرفوا القطعه انه بتزيد له يعني، هذا شباب ممكن يكون مع القطعه معلم تبعته القطعه فقط، ها ركزوا معي القطعه فقط بيصير معلم ضرب نار نار وشرار. اوكي خلينا نشوف الاحمر شباب، الاحمر اكيد بنكون في الاول. اوكي الاحمر تمام طبعا شباب الاحمر شباب يعني ما اعرف شو بدي اقول لكم تمام، عندنا هون معدل اطلاق 2 شباب يعني سرعه يا لطيف، سرعه يعني لوز اللوز معلم. اوكي وعندنا مدى واحد من المدى شباب فيه بالمدى. اوكي 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 ليديز اند جنتلمان شباب، الان بما انه يعني فرجينا الكل شباب برجع بكرر حبايبنا يعني هذا الاحمر فيه سرعه معلم يعني سرعته اول موجوده معي يعني توقعوا الشباب سرعه ومع القطعه تبعته شفت قطعه معلم يا لطيف شو يصير معلم. بينما هذا شباب هذا قوي لوز ما في مشكله معلم، بس هذا الشباب هذا فيه ضرر يعني اذا بتحط القطعه معه يعني راح يصير مدمر. هذول اثنين شباب بالاخر مدمرين بس ولكن المدمر اكثر طبعا هذا الشباب. اوكي سو حان وقت الجد. اوكي حان وقت الجد يا اساطير. اوكي حان وقت الضرب لهذا الحجر، يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم. شايطان شي قناع معلم التمانو بيض قناع معلم عليك شو راح تطلع لنا هيك لما نضرب معلم يمشي حالي. لا طول بالك معلم، لا هيك معلم راح تطلع لك شو راح تطلع حبيبي والله طول بالك يا شباب. اوكي شباب راح نحاول نشوف الوضع معلم تمام، اهم شيء شباب قلنا لكم الاوضاع. اوكي يلا بسم الله يلا ان شاء الله شي قناع معلم ايه تمانو قناع خوذه معلم اي شيء حبيبي والله روح يا جميل يا زلمه شو هلا ولو يا الله والله شباب ان شاء الله يكون حظنا بقطع الحظر. قول لي كفو حجر يا زلمه هي راح تسرع لنا هي سوي شيء شو السنه بدك تروح بسرعه طولوا بالكم لا
لازم نشوف حاجه. راح نوقف الميوزك بالهون معلم، نخرج ننزلها شويه، ننزلها شويه اساطير هون الاصوات معلم، ننزلها شويه هون. يلا هون باللوز، يلا الوضع تمام. يلا بروح الف معلم شويه تنشق يا زلمه. يلا يلا شقي نعم معلم. طبعا هون الشباب شفت طلعنا جولد هون معلم، شفنا فوق حسيت يا اخي اعطونا شي قناع دخيل. الله يا زلمي يلا روح يلا شقيناه معلم، شقيناه معلم. يلا ولو والله ما في قناع بيض. يلا قناع قناع وروم. ايه حجر يا والله شباب ما بيطلعوا لنا الاقنعة شباب، والله شوف راح يعذبونا هالبيض. كفو الحجر ابلع روم يا زلمي. شو بدي اعمل بالروم انا؟ شو بدي اعمل روم دخيل الله؟ حجر خلص معلم، ما عاد بدنا احجار، خلص وضعنا اللوز بالاحجار معلم، ما عاد بدنا قناع هلا بيض. ولا قناع شباب اقسم بالله يا زلمه، ولا قناع يا شباب. اوكي شباب رح نشحن جوال الان، اوكي لانه الحال وعلى ما بعرف رح تكلفني كثير، صار شحنا 3000 جوره، رح نشحن جوال يا اساطير ثواني ليتس جو. اوكي شباب شحنا الجوال حبيبنا، يلا نشوف حظنا معلم، نشوف نطلع ندخل ان شاء الله يطلع لنا قناع شباب. يلا يلا ان شاء الله قناع، ان شاء الله قناع معلم. يلا جو قناع يا زلمه. بس لك حجر بدنا قناع، خلص معلم بدنا أقنعة، بدنا أقنعة معلم. ول ما بيطلع لنا أقنعة شاب، ما بيطلع أقنعة، ما ثلاث أقنعة شاب بالهون بالهذا ولا بيطلع لنا ولا قناعة دخيل الله. واحد ثلاث أقنعة شاب موجودة بالحاضنة ها، ولا قناعة دخيل الله، ولا قناعة، لا قناعة يا زلمة. شو هيك يا زلمة؟ علقت اللعبة أقسم بالله، أقسم بالله شاب علقت اللعبة والله. يلا روح شو يطلع لنا شيء قناعة معلم تاني بيض. يلا قناعة أبوس إيدك يا زلمة، قناعة وهل علقت اللعبة؟ شوف علقت اللعبة اقسم بالله، فصلت اللعبة شباب والله. تحسوا شباب لما يطلع لك شباب تحسوا فيها شيء غريب امر، اقسم بالله شباب تحسوا فيها شيء شيء مو طبيعي هاللعبة اقسم بالله شباب. يعني طلع لي طلبت على القناع شباب وعلقت على القلب، لما يطلع لي قناع شباب تسكر اللعبة. طلعت ما عاد افهم شيء اقسم بالله، ما عاد افهم شيء شباب حبيبي والله. يلا نروح ندخل على اللعبة من اول وجديد يا اساطير. اوكي دخلنا على بالمناسبة عندنا متجر تخفيضات، اشتريت وقت الاقل هذا. وال شوف لي شوف لي هذا سكنات شباب، وال سكنات اسطورية شباب عندهم متجر تخفيضات شباب. فتحت المتجر شوفوا مع شوفوا لي سكنات يا شباب، والله شيء باللوز معلم حبيبي والله. تعال نعمل تبديل نشوف. 8 10 احسن اشتريته معلم. اوكي احسن اشتري بطاقة تغيير اسم شباب لانه حابب اغير الاسم بهذا الحساب نفس الوقت. اوكي عليكم معلم نقطة، نشوف موجود عليكم نقطة لوز قيمات محظورة ايش هذا؟ هلا وقت تغيير اسم يا زلمة، تعالوا نغير اسم شباب ونرجع لكم. اوكي هي غيرنا الاسم شباب، الان شباب ندخل على الحاضنة شباب. والله ما اعرف كم قناع طلع لي، طلع لي قناعين شفت طلع لي قناعين انا. اوكي ولوز اللوز حلو والله، باقي شباب ما نقدر والله باللوز لوز لوز. اوكي شباب الان حان وقت الجد شباب. طبعا شباب راح اجرب انا هذا الاغلى واحد تمام، لانه فيه مثل ما قلت لكم معدل اطلاق النار ومدى تمام. خلينا نعمل استبدال نشوف. طبعا انا ويلي ويلي تعالوا تعالوا تعال. يا سلام عليك حبيبي والله، تعال هون تزويد معلم، تعال هون معلم حبيبي والله، تعال اطلع تدريب معلم بشكل سريع، تدريب يسعد دينك على التدريب حبيبي والله معلم. طبعا يلا روح على التدريب شباب، على التدريب يا ستي نجرب ابو السكين. اوكي MP5 ال MP سوي في ال MP5 العادي هذا، خلينا نحسب نشوف شو العادي شباب، واحد العادي واحد الثاني تمام هيك بشكل عادي شباب باي شيء. اوكي طولوا بالكم رح نخلي الفيو اللي حط واحد بسايلنس وواحد بدون سايلنس، فهمت علي كيف؟ خلينا نحط له المعدات، لا هون حط هون المعدات معلم، نجي لهون نحط له مخزن عادي ثلاثة تمام، ونحط واحد بسايلنس وواحد بدون سايلنس، الثاني بدون سايلنس شباب. خلي اللي قبل قطعة، لا طول بالكم خلينا نشوف اللي فيه قطعة ما فيه سايلنس تمام، و سنعمل منها هيك شو بصير؟ اوكي هذا تبع ما فيه قطعه، حبيت اجرب شغله شباب ما مشي الحال. تو هذا بالقطعه معلم 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 معلم. والله شباب الصراحه من اول ضربه شباب ضربت يا لطيف معلم، شيء بخوف صراحه يعني.
حط له الكاتم. او صار انا هون اثنين كاتم. والله شباب انا دايخ. الجراند ماستر شباب مدوخني اقسم بالله. اوكي حبيبي والله هذا معلم اللي ما فيه قطعه بدون سايلس. 127 معلم. 23 من هون. اوكي وين هيد حلو. هيد حلو والله شباب. هذا ما فيه قطعه. هذا سايلس. ويلي على السرعة شباب والله يا زلمة. طول بالك شباب. اغلب الاوقات فيه تبع القطعة. خلينا حتى ناخذ قطعة. اغلب الاوقات شباب بنشوف ام بي 40. خلينا نجرب نخلي على القطعة شباب. تعال شوف. تعال جيب له هون يا اخي. والله بقدر بتخربط. ايش عم بيصير هون حبيبي والله. تعال هون حط البوش بدون سايلنس شباب مشان هيك حبيبي. روح تعال هون. هذا شباب قلنا فيه المدى مدى ولا دقة ولا المهم شباب بس ولكن سرعة الناس. هاتلي شوف. ويل طول معي. كم طول معي هذا يا لطيف. مرعب 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 كل شباب. بدون سكوب كمان شباب. بدون سكوب يلا. لا مستحيل معلم. ايش هذا؟ لا هذا فيه دقة ولا شو معلم؟ ما بتزبط معنا معلم. يلا اوكي. لا والله الصراحة شباب شي بيخوف اقسم بالله. سبعتاعش من بعد. هلا البعد شباب والله شي باللوس. شوف معلم والله شي ويلي. ما بيرحم والله ما بيرحم. وال غدروني. تعالوا يا جميل تعالوا. والله الشباب هذا السلاح يعني عن جد بخوف اقسم بالله شباب. يعني جربناه بالقطع يعني. ثواني شوي حدا حطيتها تبع القطعه. خلينا نطلع شباب. نطلع نشيل القطعه. نشيل منه القطعه شباب اساسا. نجرب نلعب شباب بدون قطعه تمام. طولونا بالكم شباب. شوف هدي اشوف. حط له هذا برضه. ما عارفين والله. هذا شبنا لا بدون قطعة. اوكي بدون قطعة. وفيه سرعة اثنين سرعة يعني كيف راح يصير معلم. هات لشوف يا الزلمة جابني هيد شوت الوسيخ. تعالوا خلينا نركز شوي شباب. تعالوا هون. ول يا اخي بدون قطعة بيعمل هيك معلم. شو لك قطعة. هون مع بعض شباب شوي تعبان. لاحظت هيبدو ويلي. لا شباب انا مون انا بغير السيرفر شباب. بينك عندي شوي تطلع كثير. مو ثابت يعني الطلقات مو ثابت. يا اخي والله شيلو يا اخي والله شيلو يا زلمه. انغدرت بكل مكان يا اخي. ما يخلونا رجلنا بيا الله. ما يخلونا نجرب. شو يا لطيف معلم. والله معلم الصراحة شباب أنا بالعادة ما بطول هيك بالتجربة الأسلحة بس هالمرة يعني الصراحة عاجبني يعني عن جد شي باللوز. وحتى كشكل شباب يعني شي بيخوف يا زلمة. شو الأحمر خلص شباب. خلص هذا شباب هالسلاح صدقوني يعني إذا بشوفه بينزل شباب بالساحة رح ينزل إن شاء الله بسيرفرنا الأيام الجاي شباب. لا هذا شباب الصراحة شيء باللوز. نرجع نشوف شباب نعمل طلة أخيرة. أوكي هذا حبايبنا مثل ما قلت لكم شباب فيه الضغط مدة. أها فيه المدة شباب المدة يعني شفتوا مشان هيك بالمدة بعيدة. يعني هذا السلاح شباب ينفعنا مثل ما قلت لكم مدة متوسطة ويعني شوي بعيدة بس مدة لا الصراحة شيء باللوز. هذا الأخضر شباب الأزرق هذا الصراحة أفضل اثنين شباب كل معنى الكلمة الأزرق. ولا هذا شباب ضرره قوي تمام. يعني هذا ضرره شباب مع القطعة ممكن يمشي الحال بس ولكن شباب مثل ما انتم شايفين يعني بدون نقاش يعني عن جد هذا لوز لوكس. اوكي هذا مدى حلو كمان. المدى فيه حلو كمان. هذا الاخضر يعني صراحة شباب ما تفهم اللعبة شباب. يعني دائما بيكونوا الاسلحة الاغلى شيء واقل شيء دائما بيكونوا من افضل شيء. لوز هذا فيه مدى معلم. هذا يفسيو 2 من مدى يعني
اذا بتحط له قطعه بسرعه بينفع معك معلم اماكن المتوسطه. اوكي ليز اند جنتلمان شباب، هيك بتكون انتهى مقطعنا اليوم شباب، ما راح اطول لكم اكثر من هيك. ان شاء الله شباب اول ما تنزل الحاضنه بالسيرفر مين شباب راح نزل لكم فيديو شباب بشكل سريع، ونجرب حاول نجرب فيهم شباب على القليل نجرب ثلاثه. اوكي يا اساطير، ما راح احرق تجو هذا الحساب شباب، حبيت اجرب لكم بس الافضل يعني اكثر واحد يعني اغلب واحد. اوكي بس ينزل الحدث عنا بالسيرفر شباب راح نحاول نجرب ان شاء الله الباقيين. اوكي ليديز اند جنتلمان سو حبايبنا، ان شاء الله جعلكم مقطع حبايبنا الكرام، لا تنسونا باللايكات الله يسعدكم يا احلى ناس، ودعمكم الله يخليكم، ونشوفكم ان شاء الله على البث المباشر شباب مع رحله البقاء الى الجراند ماستر. سلام عليكم.